التحف العمانية النادرة لا تقدر بثمن، وهذا ما استهوى المقيم اللبناني حسين الغدار الذي بدأ هواية اقتنائه منذ 40 عاماً حتى تمكن من جمع نحو 7000 قطعة أثرية مختلفة. هذه الهواية كانت عندي من الصغر، يعني أيام الوالد كنا بالبيت نشوف أشياء، يحتفظ بالأشياء القديمة وما كنا عارفينها يعني، وشعرت فيها. وبعدين يوم جيت عمان سنة 76 وجدت عمان ما شاء الله عندها أشياء جميلة جدا وقديمة وحلوة، ومن هناك ابتديت أجمع هذه الأشياء، المشتريات أشتريها وأجمعها. هذه البوابة الضخمة يعود عمرها إلى حوالي 100 عام، يعرضها حسين لأول مرة منذ أن اقتناها قبل 20 عاما، وقد صنعت من خشب السيسم النادر لتكون بوابة لأحد القصور في زنجبار. جميع التحف الموجودة هنا أثارت انتباهي وإعجابي، ولكن الباب الضخم ونقوشه الدقيقة هو الذي جعلني أنبهر كثيرا لدقة صنعه وجمال منظره. مع قدوم حسين للسلطنة في بداية 70ات، يقول إنه عاصر فترة رواج الذهب والاستغناء عن الفضة، وهو ما دفعه إلى شراء الحلي الفضية من مختلف مناطق عمان، تبعها بالمناديس المصنوعة بأيادي أشهر نجار عمان، قبل أن تشده الخناجر بزخرفها ورؤوسها النادرة حتى أنه تمكن من جمع نحو 200 خنجر. الخناجر العمانية مميزة جدا. بالنسبة للخناجر أنا شفتها يوم جبتها، العمل الفني اللي فيها والدقة الموجودة فيها وصنعتها استهوتني، فلذلك ابتديت أجمعها من سنة 77 وجمعت حوالي 200 خنجر وما أكثر يعني، وكل خنجر يميز بطابع معين، كل منطقة لها خنجر معين، لها ديزاين معين، فخناجر عمان مميزة جدا جدا جدا. الحلو العمانية مصنوعة من الفضة وجميلة جدا وفيها فن بالنقش تاعها، ومن بعض الأمرار اللي كنت أروح أشتري هذه الأمور وجدت في بعض الأحيان التجار يشتروها عشان الناس كانت تبيعها بطريقة للفضة، يكسروها يدوبوها ويستخدموها، فلذلك أنا تفاجأت وحبيت أجمعها لأحتفظ فيها، لأنه فيها شغل فن ونقوش قديمة يعجز الحين المهرة يسووها. أحد المقتنيات الثمينة المعروضة هنا لمصاحف مذهبة والتي يقدر عمرها من 200 إلى 300 سنة، حصل عليها خلال تجواله في ولايات عدة بالسلطنة. استهوتني بعض المصاحف القديمة المخطوطة بخط اليد ومذهبة بورق الذهب وبماء الذهب، فجمعت منهم مجموعة لا تقل عن 20-30 مصحف، هذه من المخطوطات الموجودة اللي عندي الوحيدة. ما شاء الله جميل. إذن يأمل حسين أن تصبح هواية جمع التحف النادرة عادة لكل عائلة عمانية، لما تكتنزه من إرث حضاري وتاريخي للأجيال المتعاقبة. محمد بن عمير الهنائي، محافظة مسقط.